رغم المآسي رغم حب الكراسي، لسه يا مصر فيكي أصيل مش ناسي خيرك يا مصر. ما تخافيش هنحمي أرضك وبدمنا هنحمي عرضك، والسيري وردة كل عصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحياة. أحداث تمر بنا في مجتمعنا المصري لابد أن تكون هنالك صحوة اجتماعية. في الأسبوع الماضي وببالغ الحزن والأسى رحلت عنا والدة الفنانة عبير جلال، الأم التي دائما كان يعشقها الجميع، هذه الأم الحنون التي كانت دائما أم لكل من يعرف معنى الحب والحنان. هذه السيدة أم الشهيد السيد جلال ووالدة الفنانة والمطربة عبير جلال فارقت دنيانا الأسبوع الماضي، بل وجعلت قلوبنا كلها تنكسر حزنا عليها. معنا الآن الفنانة والمطربة والأخت الغالية عبير جلال. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لا نعذيك بل نعذي أنفسنا على رحيل والدتك، المرأة التي كانت دائما يحبها الجميع ويعشقها الجميع، فهي أم بمعنى الكلمة. يعني أنا مش بعزي نفسي وبعزيك فنانتنا الجميلة عبير جلال، وأود أن تضعي كلمة أو رسالة لوالدتك الغالية. أقول لها وحشتيني، أقول لها ما حتى جيلك، أقول لها كل حتى فيها بتجيلك. أنا مش عارفة أن أنت بجيلي، أنا عساكي في عمره وجاي، أنا عساكي في الحج، تعاليني بقى أنا بردانة، جوايا كله برد، كل حاجة بتنور من حواليا من غيرك، تعبانة والله تعبانة. أستاذ عبير نحن نعذيك، فيا رب يعني التمسي الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وكل قلوب جمهورك وحبايبك بيعزوك في رحيل والدتك الغالية التي دائما كان يعشقها الجميع. إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. أي حد بيحبني وبيحب أمي قبلية، وكلكم حبنا وكلكم بتحبوها وعارفينها، الفتحة أمانة وسورة ياسين أمانة عشان خاطر ربنا، مش عايزة أكتر من كده. ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب ويدخلها في سعي جناته. كلمة لكل حبايبك اللي عزوك في رحيل والدتك، تقولي إيه وإيه أهم المواقف اللي أنت بتتذكريها حزنا وألما على والدتك؟ لا أنت تعبتي كتير قوي، كان تعبك كتير قوي، وأنا كنت لو قعدتش عمر على عمرك كنت خدمتك وتحت رجلك، وأقول لها يا رب يجعل تعبك في ميزان حسناتك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول لها وحشتيني وحشتيني، أنا من غيرك ولا ليا لازمة والله، ولا ليا لازمة والله. ربنا يرحمها إن شاء الله أستاذ عبير، وكلمة تقوليها لجمهورك وحبايبك يعني الذين جعلوا إن هم زعلانين زي زعلك، فهي أم الجميع. أقول لهم ربنا يا رب يخليكم ليا ويحرمني منكم، وأقول لهم يا رب ما تشوفوا اللي أنا شايفاه أبدا، والفتحة أمانة، الفتحة أمانة، ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم أبدا. شكرا لك فنانتنا الغالية عبير جلال، ويا رب إن شاء الله آخر الأحزان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمها رحمة واسعة. مشاهدي الكرام نروح لفاصل ثم نعود إليكم في كلام في الحياة مع سلالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساحة الحسين اجتمعنا. Oh,
حب آل البيت ذوبنا الهوى والناس تحسدنا على هذا الجوى من لم يذق طعم الغرام وشوقه عاش لا يدري ومات كما هو. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العطرة النبوية الشريفة، من جادوا بأنفسهم وبأرواحهم في سبيل الإسلام والدعوة. أهلا بكم مرة ثانية مع ضيوف الحلقة، معنا الحج حربي أبو الوفا أحمد من أبناء محافظة أسوان، وهو من بيت العقيلات، هذا البيت الذي يمتاز بأصل الجود والكرم. أهلا بك حج حربي. أهلا بك يا أستاذ سيد، بك بالقناة والمعد البرنامج والناس الزينة الموجودة عندكم، أعذك الله. ومعنا الدكتور محمد ربيع عيد البرديني من سلالة البيت النبوي الشريف وعضو لجنة التزييف والتزوير بجامعة الدول العربية. أهلا وسهلا بك سيد الشريف. يا أهلا سيد قضيف، الله يحييك يعطيك ألف عافية. آمين يا رب العالمين. حق حربي، عايزين نعرف منك كيف لكل عاشق للبيت النبوي أن يتسم بحبه ونحن نحتفل بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه، وأنت جئت من أقصى الصعيد حتى تحتفلوا بمولد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين أجمعين على نطاق العالم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حب الرسول حب ذرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. يعني في المناسبة، في مناسبة مش مولد الرسول، مش مولد الحسين، لا، مناسبة رأس الحسين. هذه الأيام رأس الحسين، الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حبني حب الحسين. من هنا أأخذ من هذه المحبة الصادقة لكل جموع المصريين وأهل العرب، هل هذه الاحتفالات أو ما يناسبها في المملكة الأردنية الهاشمية، هل متعودون
أهل المملكة الأردنية على مثل هذه الحفلات التي تتسم بالمحبة الصادقة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الكرام الأطهار الميامين. بالمملكة الأردنية الهاشمية الحمد لله رب العالمين موجود دائما الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا اليوم يقام على جميع الأصعدة على مستوى المدنيين والعسكريين والجيش وقادة الجيش وجلالة الملك حفظه الله ورعاه، يمتازوا في الاحتفاظ بهذا اليوم. هذا اليوم مقدس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم يعتبر يوم تاريخي للأمة العربية والإسلامية. فلا شك أنه نحتفل ونفتخر ونعتز بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، خير وأفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه الصلاة والسلام. فالاحتفالات دائما موجودة والحمد لله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو موجود أصلا في قلوبنا، بدون هذا اليوم في كل العام موجود في قلوبنا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حق حربي، من خلال الاحتفال بمولد الإمام الحسين شايف ترادف المصريين عليه إزاي؟ من شتى أنحاء مصر، من كل محافظات مصر، مثل ما قلنا في البداية أن هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبتنا ليه من الأولياء، من الأنبياء، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام من جميع أنحاء الجمهورية، وفي برضو من خارج الجمهورية، يعني أنت لو تلاحظ تشوف سيدنا حسين رضي الله عنه وارضاه في ناس من خارج مصر ومن جميع محافظات مصر بتحضر الاحتفالية فرحة به، وكأنهم يعني يبعثون في طابع في أننا في أمة نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقلوب المصريين جميعهم في حب آل البيت تذوب عشقا لهم. نعم. أخذ من ميال هذا المجال الذي تطرقت إليه أستاذ حربي إلى أن أضع سؤالا للدكتور محمد ربيع البورديني. الأمة العربية الآن على قدرها وعلى وزنها وعلى قدر تفاعلها المجتمعي، هل هي تعاني أننا في بعد عن آل البيت أو عن محبتهم أو عن حبنا إلى الإسلام عموما، بعدما أفسد كثيرا من الناس منظور شكل الدين ومنظور شكل الإسلام صحيح في مجتمعاتنا، حتى أصبح هنالك بعد للمسلم الذي ينتمي إلى منهجية الدين أنه يكون بعيدا عن معرفته بآل البيت؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب آل البيت موجود في قلوب المؤمنين، موجود في قلوب المسلمين، المسلمين جميعهم في جميع الدول العربية، ولكن الحروب القديمة ضد الدين وضد الإسلام وضد السنة بالتحديد، هذا موجود منذ نشأة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنذ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي محاربة، معروف من الجهات التي تحارب الإسلام والمسلمين وخاصة السنة. أنا أنصح وأرسل رسالة إلى جميع العالم العربي الإسلامي، التمسك بأخلاق وخلق النبي عليه الصلاة والسلام والأخلاق الحميدة التي أوصى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخاصة الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق هي البعثة، بعثة سيدنا محمد، كل البعثة هي ليتمم مكارم الأخلاق الذي نمتاز به أهل السنة المسلمين، نمتاز به عن جميع العالم، كل العالم نمتاز به. هو ما هو؟ هو الأخلاق، سمة الأخلاق، الرسالة التي بعث
إليها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه إلى الأمة العربية الإسلامية، وهذا شيء جميل وشيء عظيم. وهذا النبي شفيعنا صلى الله عليه وسلم. أخذ وأتطرق من هذا الحديث الذي تكلمت به دكتور محمد إلى أن نتحدث مع سليل بيت النبوة العاشق لجده صلى الله عليه وسلم الذي يذوب عشقا فيه كل محبي آل بيت رسول الله السيد الإدريسي. ألو ألو، راح الاتصال، نعاود الاتصال مرة أخرى لنسمع نسمات جديدة من سليل بيت النبوة. وأخذ السؤال ده أنتقل به إلى الحاج حربي. حاج حربي، شايف الناس اللي جاية من جميع محافظات أسوان، إنا، الأقصر، البحيرة الشرقية، فقوس، دمنهور، غربية، إسماعيلية، كل هؤلاء الذين أتوا محبة وعشقا إلى آل بيت رسول الله وهم في صعيد واحد، وتقول لهم إيه؟ أقول لهم إن شاء الله على إيد واحدة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالدين الإسلامي هو عاوز برضو سبحانه يعني اللي هم عاوزين يبقوا الشعب الإسلامي أو الديانة الإسلامية كلهم أخوان في مكان واحد، ما فيش فرق بين ما تشوف أنت من سبحان الله ما تعرف شيء فرق بين غني ولا فقير ولا عبد ولا سيد، كل الناس سبحانه. أنا استأذنك، معنا سليل بيت النبوة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تمنينا وتمنينا وتمنينا وازددنا يقينا أن تكون في جلستنا معالي السيد الإدريسي سليل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك ويبارك فيك، والله كان بودنا وسعادة لنا التواصل والالتقاء، لكن إن شاء الله لنا تواصل والتقاء قريب بأمر الله. نسأل الله أن يديمك لمحبيك وعاشقينك ومن يرون فيك صلاح الأمة العربية والإسلامية. الله يعزك ويبارك فيك، والله يسعدك فيك. رسالة تقدمها من خلال مولد جدك الإمام الحسين وأنت في ساحة الحسين الآن، تقدمها لكل محبيك ولكل محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية التي تنبغي أن توصل لها رسالة حب وإجلال وتقدير. دام الله علينا وعليكم مواصلنا بأهل البيت ومواصلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتساؤنا بما جعله الله سبحانه وتعالى فيهم من أخلاق جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. محبة أهل البيت هي لا تكون إلا رباطا بهم والتزاما بما ألزم الله سبحانه وتعالى النبي الأعظم صلواته وسلامه عليه، فجعله الله سبحانه وتعالى نبراسا للخلق ونبراسا لعظمة الخلق في التواضع والحلم والمؤاخاة والمؤازرة ومعرفة حقوق كل فرد على الآخر ومعرفة حقوق هذه الأمة على كل فرد والتواصل أبناء هذه الأمة ليكونوا نعمة، ما قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فأهل البيت هم رباط الرحمة وهم رباط الأخوة وهم رباط المعرفة بالله والعرفان بسنة جدهم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه والاتصال به، وصلا يجعلنا إن شاء الله جميعا محل نظر الله برحمته ومحل فرح رسول الله بأمته. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا يا معالي السيد الإدريسي، يعني أنا عز أسأل حضرتك سؤال. نعم. إن من عباد الله عبادا إذا رؤوا ذكر اسم الله.
نعم، أدام الله مواصلنا بهم في الدنيا والآخرة، لأنهم هم أولياء الله أجمعين. الله سبحانه وتعالى وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواصل بهم والاتصال بمؤانستهم ومجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم ترد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء من جعلهم الله ثوبا من أسواب ولايته وثوبا من أسواب عنايته، كساهم به وحلاهم بما هم مؤهلين له من قبل الله سبحانه وتعالى. فأولياء الله وأصفياؤه من جعلهم الله لهذا الكساء، إذا رآهم العبد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتهم وأخلاقهم واتصالهم. أكيد. واتصالهم بالخلق. أكيد. معالي السيد الإدريسي معنا عن يميننا وعن شمالنا، وفي جلستنا الآن الشريف محمد البرديني يريد أن يوجه لك برسالة، والحج حربي أبو الوفا برضو من أحبابك ومن تلاميذك ومن عشاقك يريد أن يوجه لك رسالة. هنبدأ بدكتور الشريف محمد البرديني، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. ورحمة الله وبركاته. الشريف كيف أحوالك؟ كيف الحال؟ كيف الصحة؟ طمنا عنك. أعزكم الله وأدامكم. أتمنى ودنا أن نتواصل معكم ونكون سويا، لكن هي أقدار حالة ربي يجمعنا على الخير دائما. الله يجزيك الخير. والله كنا نتمنى أن تكون موجود معنا هذا اليوم، ولكن أتمنى لك دائما من الله سبحانه وتعالى بمقبول الصحة والعافية والتمام في صحتك وعافيتك يا شيخ الإدريسي. أنت القدوة والمنارة لنا وللأشراف في على 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 الأرض جميعها، على الكرة الأرضية جميعها. بارك الله فيك والله يجزيك الخير، وإن شاء الله نلقاك قريبا بعون الله تعالى. وأدامك الله يا شيخنا، أدامك الله. معك الحج حربي سيد الشريف الإدريسي، تفضل الحج حربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي. السلام الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الله الله يبارك فيك. تمنينا وجودك والله، مشتاقين لرؤياك ووجودك معانا، لأن أحبابنا. بارك الله فيكم وأعزكم الله، أدامكم بكل خير. أولياء الله الصالحين. أعزك الله وبارك الله. أدامكم لينا إن شاء الله يا رب، على طول يا رب. أدامكم لينا يا رب. باطل حسن الظن إن شاء الله. اللهم أمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشريف الإدريسي، خيرا عن محبيها، وكأننا نقول في مجمعها في حب آل البيت ذوبنا الهوى، وعشقا فيكم سيدنا. أشكرك معالي الشريف الإدريسي على هذه المكالمة التي أصفت قلوبنا إلى أننا نقول يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، ومن عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ونعود حتى نتحدث عن المحبة بين جموع الأمة العربية، وبخاصة وتحتفل الأمة الآن بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه. بس كونوا معنا بعد الفاصل حتى يكون سؤالنا حول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورجعنا تاني في حبنا إلى آل بيت رسول الله، وماذا يدور في احتفالات السادة الأشراف أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أوجه سؤالي إلى الحج حربي، إيه رأيك في ما يحدث في الموالد وكل هذه الذي يدور في مصرنا أو في الاحتفالات عموما؟ والله هي الموالد موارد، نعم موارد، نعم موارد خير وحب وسعادة، تجمع الأحباب وتجمع الناس والبلاد بعضها ببعض، ويتعرفون على بعض ويتجمعون في مكان واحد، وباحتفالات، في الاحتفالات بمولد النبي، احتفالات بمولد الحسين رضي الله عنه وارضاه، بسيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. في الموالد دي الناس بتتجمع، ممكن انا ممكن اكون معاك في المولد السنه الجايه علينا وعليك بخير عشان اشوفك، فبتجمعنا المناسبات الحلوه دي في الاماكن الطيبه اللي فيها سبحان الله، فيها النسمات الحلوه الطيبه اللي تتمتع فيها وتصلي فيها وتتعبد فيها. فحبنا ليهم حبنا الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نعم نعم من عند رب العالمين. أكيد طبعا. وأنتقل، أريدك دكتور محمد أن تتكلم عن الثقافة العربية وما يدور فيها من هذه الاحتفالات التي تحيي ثقافة الحياة أو مبدأ الحياة في أمتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله الثقافات العربية الإسلامية الدينية هي شعائر اللي نقوم فيها كشعائر الحج والعمرة والصلاة، هذه شعائر تعتبر شعائر اللي هو إحياء مولد النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته الميامين. الآن في الثقافة اللي عم تندثر الآن منذ فترة، تندثر اندثار مش طبيعي، فأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه تكون وسائل الإعلام توصل وتثقف الآباء والأمهات، تثقف كي يثقفوا أبنائهم في نعومة أطفالهم، يثقفوهم عن الثقافات الدينية، عن الشعائر الدينية، عن الأخلاق، عن القيم، عن المبادئ. الشغلات هاي كلها مش موجودة الآن. الآن الثقافات كلها توجهت إلى التكنولوجيا وإلى النت، وأصبح الأب والأم متوجهين توجه مباشر، اي شيء عايزينه على النت، افتح تشوف تلاقي، افتح تشوف تلاقي. حتى الاطفال شاف ابوه وامه بنفس الطريقه، صار هو كل توجهاته، حتى الطفل اللي عمره سنوات، 5 سنوات واربع سنوات ست سنوات، عنده تليفون واي شيء بيحتاجه بلاقيه على التليفون، كان صح كان غلط. الان توجهاتنا كلها توجهت الى التكنولوجيا الحديثه الغربيه. التوجهات الغربية كلها أفسدت العلاقة الزوجية وأفسدت تربية الأطفال
وأفسدت المجتمع بأسره إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ولكن أنصح الآن بتوجهات الإعلام، التوجه الإعلام بشكل عام، الجرائد، التلفزيون، الثقافة، المساجد، رواد المساجد، أئمة المساجد، يوجهوا ويكثفوا الأضواء على تربية الأطفال منذ الصغر، السنوات الأولى للطفل. هي السنوات الأولى أهم سنوات إنشاء لتربية وإنشاء أخلاق ودين لمجتمع جديد. طيب مجتمع دكتور محمد، يا دكتور محمد، كيف تعود هذه الثقافة؟ الثقافة دي تجي إزاي للعضو الإنساني البشري الذي يعيش في هذه الحياة؟ عاوزين نرجع ثقافتنا. ما هو الحل لرجوع هذه الثقافة المندثرة بين أركان الأمة العربية التي فقدنا الآن كل معانيها؟ هذه المعاني، معاني الطفولة، معاني الصدقة، الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا وما يحدث الآن في مجتمعاتنا العربية من تفرقات وأحزاب وعروبة وقبائل وجيوش بلا وطن ووطن بلا جيوش. من هذه الأحداث التي تدور في مجتمعاتنا العربية ونأخذ من هذا السياق، فنحن في أمة عربية يجب الآن أن تكون على مدى أوسع لمعرفة تاريخها. لو قلنا سؤال، كيف تعود ثقافتنا هذه إلى مجتمعاتنا العربية؟ تعود الثقافة بإذن الله بالتكاتف، لا تعود إلا بالتكاتف والمصداقية والشفافية والصدق والأمانة والإخلاص مع بعضنا البعض. إذا مش موجود التكاتف بيني وبينك وبين الجميع، إذا ما في تكاتف لا يمكن تعود الأمة العربية كسابقة هذه. يجب أن نتكاتف بصدق وأمانة وإخلاص وشفافية كي نعود أو كي تعود الأمة العربية إلى صوابها أو كما كانت، وإلا سيكون الأمر في السنوات المقبلة أسوأ بكثير مما نحن فيه الآن. الحل بإذن الله تعالى هو التآخي والتكاتف وبصدق وأمانة، المصداقية والصدق، كي نعلم أبنائنا وينشئوا جيل جديد صادق فيه مصداقية وفيه أمانة وفيه إخلاص، كي يعرف تاريخه، كي يعرف دينه، كي يعرف إسلامه، كي يعرف سنته. الجيل هذا كله يفتقد كل شيء، لا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ، ولا يعلم شيء عن مما نتكلم عنه الآن. لا يعود، عفوا السيد فضيل، لا يعود التكاتف بين الشعوب العربية وخاصة الإسلامية إلا بالتكاتف والاتحاد في يد واحدة وبصدق ومصداقية وشفافية، وليس كلام إعلان وكلام جرائد فقط. يجب أن يكون تحت الواقع وبأمر الواقع كي ترى تغيير في الأمة العربية الإسلامية، دون ذلك فهو هالك. بارك الله فيك. من هنا أخذ هذا السؤال الذي يجعلني أن أفكر في طيات تفكيري من خلال هذه الوجهة النظر. أستاذ حربي، وأنت تمثل عضو لجنة التذييف والتزييف والتزوير في جامعة الدول العربية، يعني عندما اخترت لهذا المكان وهذه العضوية تحت راية جامعة الدول العربية، ما الذي أيقظ بداخلك ولو شيئا واحدا يكون محل أن تساعد به الأوطان العربية والوطن العربي؟ والله أنا الفكرة كانت في مجرد أن أنا مثلا علشان أني مثلا أبقى تحت منبط اسمه التزييف والتزوير، لأن في مجتمعنا هذا الوقت الحالي كثر فيه التزييف والتزوير، علشان ان انا مثلا مواطن لازم اخدم وطني، لازم اشوف ايه التزييف وايه التزوير، لان هو من مشاكل الاساسيه والرئيسيه مشكله التزييف والتزوير. يعني ممكن واحد يكون مظلوم اكيد اكيد ومزورين عنه شيء اكيد طبعا. دكتور محمد، اتوجه بنفس السؤال الذي طرحته آلفا
ماذا عندما اخترت أن تكون عضوا في لجنة التزييف والتزوير بجامعة الدول العربية وكنت مع في منصة هؤلاء الذين يعملون لصالح المجتمعات العربية؟ ما أول منطوق لك قلت من هنا أبدأ لمساعدة وطني العربي والإسلامي وأكون قدوة لكل الأوطان العربية؟ وأنت من دولة الأردن الذي يمتاز ملكها بأصل الجود والكرم. الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير. التزييف والتزوير يا أساتذة يا كرام يا عظام، التزييف والتزوير ليس بالأوراق المالية ولا الأوراق فقط. التزوير والتزييف أصبح بالثقافة تزوير، بالتاريخ في تزوير، في الشخصيات صار في تزوير، صار في تزوير حتى بالفن والموسيقى صار في تزوير. التزوير الآن أصبح في كل مكان، ولكن كما تفضل الأخ حربي نحد من هذا التزوير علشان ما تسيء الأوضاع مستقبلا أكثر مما نحن عليه. الآن نحن في حدة أن نحد من التزوير كلا يزداد الوضع سوءا مستقبلا. هذا هو التزوير والتزييف، وبعيدا عن الأمور الأخرى اللي هي الثقافية والاجتماعية والتاريخية، هذه كلها زيفت وزورت. والجيل الصاعد، الجيل الصغير الآن عمره 25 سنة الآن، لا يعلم ما هو التاريخ ولا يعلم ما هي الثقافة العربية، نعم، ولا يعلم ما هو الدين الإسلامي، ولا يعلم ما هي السنة النبوية. هذا جهل وإعادة ثقافة ليس للتزوير فقط. أنا أريد أن أتحدث حج حربي في كلمة موجزة سريعة، لماذا وصل الإنسان أو المجتمعات، ليه وصلنا إلى هذه الدرجة إن احنا نفقد هويتنا العربية وتاريخنا الإسلامي ومجدنا العربي وسبيل تعلمنا إلى أننا ننتمي إلى منهج إسلامي واحد؟ شايف من وجهة نظرك إيه؟ والله شايف من وجهة نظري أنا اللي شايفه كل ما هو إلا ماديات في بعض العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي في ناس كتير بتجري على الماديات، يعني ممكن يشهد زور، ممكن يحلف اليمين زور، استغفر الله ولا أعوذ بالله، مقابل الماديات، مقابل الفلوس. الرزق من رب العالمين أكيد، إذا الإنسان ليه رزق حيرزق ربنا من أي شيء هو ماشي فيه صح أكيد. والإنسان على رزقه عجول، يعني بيستعجل، بس هو رزقه رزقه، مرزوق مرزوق، بس دائما السيء يمشي إيه للأسيع يعني. فالإنسان يتقي الله، يعني إذا ما في قواعدنا التي تعلمنا من أو تعلمنا منها، إذا وجد خلل في المسلم فلا ينبغي أن نوجه اللوم على على الإسلام، إنما نوجه اللوم على المسلم الذي انحرف عن منهجية الإسلام. أرى من وجهة نظري أننا في هذه الحلقة قد تطرفنا إلى مواضيع خارج موضوعنا وهو حب رسول الله، ولكنها صلى الله عليه وسلم تهم أو نهتم بها المسلم حتى يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تقنين هذه الأوضاع. يعني النهاردة أصبح عندنا مجتمعات عربية تتناحر من أجل وطن ومن أجل أوطان، وعندنا حروب وعندنا إرهاب فكري طغى. يعني أرى أن الإرهاب الدولي والفكري أخطر بكثير على مجتمعاتنا العربية. صحيح. الإرهاب والفكر وما يزرعه هذا المنطوق حول شبابنا، إن النهاردة باعوا الأوطان، يعني باعوا الأوطان من أجل كما قال الحاج حربي من أجل المادة والمال، وأصبحوا يقاتلون المسلمين ويقولون نحن مسلمين على غضض فكر إرهابي متطرف جسيم. كيف نعالج الأمة العربية في ثقافتنا العربية؟ هذا من وجهة نظرك دكتور محمد البرديني. نعم صحيح أستاذ فضيل. وأصلا اللي خلق الإرهاب الجهل وعدم الثقافة في دينهم. سبب إنشاء هذه ما يسمى الإرهاب هو الجهل، الشباب الجاهلين، لا عنده دين
ولا عنده سنة ولا عنده تقيد ولا عنده أخلاق ولا عنده قيم ولا عنده مبدأ. ماشي أول ما وعي على حياته ماسك التليفون أو ماسك الجهاز اللابتوب وكله بيطلع على النت وبيطلع على العالم بدون ما يشوف نفسه هو واقف فين، في دولة إسلامية ولا دولة أوروبية ولا في جزيرة في البحر لحاله. الآن لسبب وجود الإرهاب الجهل يا أخوان، جهل، ما في علم، ما في تعلم، ما في ناس تدفع الشباب، الجيل الصاعد، الشباب الصغير هذا كله لا يفقه شيء في دينه ولا في سنته ولا في أركان الدين. الآن الجهل يؤدي إلى إرهاب ولا إلى أشياء أسوأ من الإرهاب. أكيد أسوأ من الإرهاب، مش الإرهاب. أكيد نعم. والرسول أكيد عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر أمتي فهو ليس منا. أنت الآن تهتم في أمر المسلمين، أنت من المسلمين. إذا أنت ما بتهتم إلى أمر المسلمين فأنت مش من المسلمين، أنت مش بالهوية بس مسلم. نعم. أنت تنتمي للمسلمين، أنت تنتمي للإسلام، أنت تنتمي إلى دين، مش أنت تنتمي إلى أمك، إلى أمة. فكيف أنا أحارب الإرهاب وعندي إشي أخطر من الإرهاب لازم أحاربه ولازم أتابعه، اللي هو جهل، جهل الشباب الصغيرة كلها جاهلين. إذا أنا ما لحقت الشباب والأطفال الآن فبعد سنوات قريبة مش بعيدة ستجد أشياء أسوأ مما أنت تراه هذا اليوم. أكيد. حج حربي، من منطوق، من هذا المنطوق ماذا ترى إنه ليه وصلنا بحالنا إلى أننا لا نهتم بالعلم والتعليم وتحفيظ القرآن وحفظ القرآن ومنهجية الإسلام؟ والله هو مش يعني كتعليم في تعليم وكحفظ قرآن في حفظ قرآن. احنا ما نعدمش كله نقول ما فيش تعليم ما فيش حفظ قرآن مثلا، لا في، بس هو الحياة، تكدس الحياة. فالإنسان زي ما قلت لحضرتك أنا إن هو مثلا مستعجل على الرزق، مستعجل على الرزق بتاعه. أما هو الإنسان لو خد، لو رضي بنصيبه هيجي له رزقه لغاية مكانه. أكيد أكيد. فالموضوع ما هو إلا إنه وقت بس مش أكتر يعني. أما كقرآن الحمد لله فيه حفظ قرآن، كتعليم فيه تعليم، بس برضو الناس مستعجل عاوز الماديات. طب يا حج حربي، يعني لماذا لا نعلم أبنائنا مثلا، أنت كنا في بداية الحلقة تكلمنا عن أنه يحضروا حب أهل البيت، يحضروا في ذكر أهل البيت، في معرفتهم إلى أهل البيت النبوي الشريف. ليه الإنسان ما يأخذش ابنه وصغيره ليعلمه كيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى يا ابني نلتمث خيرا. وذكر الدكتور البرديني في بادئ الحلقة قال أنه تغيب الطفل عن منهجية الواقع وفرض علينا منهجية نعم أخرى. نعم نعم. فيه ناس مثلا عندها حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابنك مثلك، وفي ناس ما عندها يبقى ابنه مثله. فالإنسان ممكن فينا اللي جاي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء رسول الله والأبناء أبناء رسول الله بيجيب أبنائه معاه. في ناس زي ما قال سيادة السيد محمد البرديني ان هم يعني النت والانترنت والحاجات اللي هي الحديثه انشغال الناس، انشغال الناس عنها. صحيح. فئه اكيد، فئه كبيره والله يا دكتور. والله احنا فئه كبيره، شريحه كبيره، شريحه. نعم نعم. انشغلت في التلفونات وانشغلت في الانترنت والعلم الغربي، انشغلت انشغال كبير. انا اعطيتك استاذ. نعم 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 نعم. كلام لا نحن نتناقش في كل الامور التي تهم الامه العربيه، لاننا حزنا من اجل امه عربيه مسلمه كان تاريخها ومدى تاريخها سيظل يفتخر به كل العالم كله، اننا من امه عربيه علمت العالم العربي كيف يكون التاريخ. دكتور محمد، فالنقاش مفتوح لأننا في غضب وتعصب على هذه المنهجية التي الآن على مدى تاريخ العروبة بكل ما يدور في الوطن العربي، الأمة العربية الآن على حين غفلة من وجودها ومن معنى عروبتها ومن معنى أنها أمة تنتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى عندما جاء الإخوان المسلمين ليحكموا مصر كانوا أول الفاسدين، فانطبع هذا الانطباع الغريب
أنهم لا يعرفون ولا يعلمون عن الدين شيئا، أنهم حقبة معينة حكموا مصر من أجل خراب الأمة العربية. هذا هو ما يقال، لأننا ننتمي الآن أن نكون في مصداقية أمام كل مشاهد عربي. الآن الأمة العربية غفلة عن هذه المنهجية. لقد دمروا شكل الإسلام في وضعه من عام، شكل الإسلام قد ضيعوه حتى أصبح الناس لا يحبون الإسلام من أجلهم لا من أجل الإسلام. هذا هو المنطوق الصحيح حتى نكون محقين أمام كاميرا التلفاز التي يشاهدنا الكثير فيها. سيد فضيل، أنا يمكن بعرضك بهذه النقطة. أنا ما وجهت اتهام إلى فئة معينة من الناس، أنا بحكي عن الجهل العام الطام على دول العربية كافة، مش على دولة واحدة، على جميع الدول العربية. نحن نحكي عن همومنا، الثقافة الإسلامية، الثقافة الدينية مغيبة في الوطن العربي. لماذا؟ أسباب، سبب من الأسباب زي ما قال الأستاذ حربي، المال. المال الآن حاربونا بالعلم وبالمال. الآن المال لما يكون أنت عدم مؤاخذة رب أسرة وعندك أولاد ومفيش بجيبك أنت تجيب لهم خبز عيش، الآن كيف بدك تروح على المسجد تقعد تقرأ وتهلل وتسبح وتقيم الليل؟ لا طبعا، وكل دماغك عند الأولاد، تجيب أكل وشرب. فقلة المال عند العالم وعند المثقف الآن يصبح جاهل. هذا الموضوع يصبح جاهل. هذا الموضوع دكتور محمد يحتاج منا إلى حلقات على أن نرسلها طية واحدة للأمة العربية، ما الذي حدث لأمتنا العربية حتى نخرج وكأننا نعيش في جهالة وتغيب فكري وعقلي. أضع في نهاية حلقتي رسالة من الحج حربي ورسالة من الدكتور محمد البورديني حتى نختم هذه الحلقة التي ربما نحتاج إلى حلقات أخرى حتى نعرف حقيقة العربية. بسم الله، في أقل من سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا والله احنا جايين في هذه المناسبة، مناسبة مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، وبشرف تعظيم ان احنا نحضر المولد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. صلى الله. كلمة سريعة موجزة عشان الاعداد خلاص يقولوا خلاص، يعني ايه الوقت انتهى. انا بوجه رسالتي الى الام، كل ام، بوجه رسالتي الى كل ام انه تخلي ابنها يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وآل البيت، تغرس في نفوس ابنائها حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آل البيت حتى ينشأ جيل واعي مثقف في دينه، ما يبعد عن الخط ويتجه إلى الدول الغربية والثقافة الغربية. أشكرك دكتور محمد، وفي نهاية حلقتي أقول ما قاله حسان بن ثابت: أغر عليه بالنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وشق الإله اسم الحبيب مع اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليزيده، فذو العرش محمود وهذا محمد. انتظرونا في الحلقة القادمة من كلام في الحياة.